بحياتك اتعلمت كتير دروس انت وصغير يعني بتتعلمي دروس صحيح والحياه بعد يعني انت وطفله اتعلمتي دروس مظبوط بحكم بيتك اتعلمتي دروس بحكم يتمك اتعلمتي دروس صحيح بحكم وجودك بالميتم اتعلمتي دروس 100% بحكم ارتباطك وزواجك اتعلمتي دروس نعم يعني كان عندك كل فتره درس عم تاخذيه بحياتك شو اكثر درس تعلمتيه بهالحياه اكثر درس تعلمته بهالحياه يعني أكثر درس تعلمته بالحياة أنا بحس إنه يمكن إذا قلت الناس مش ما حتصدق أنا شو عم بقوله أنا دائما سيستوني بحس إنه العذاب كل اللي شفته أنا وصغيرة ربنا عم بيعود لي إياه لما كبرت وبحس إنه ربنا معي بكل خطوة أنا إنسانة مؤمنة أنا إنسانة ربيت أولاد وعلمتهم أنا إنسانة بحب كل الناس عمري ما أذيت حدا مشان هيك انا بحس انه هالنعمه اللي عم بيعطيني اياها ربنا وهالالهام وهالحاسه الكبيره هيدي اكبر نعمه بس لازم اتوقع شوي قد ايه تعذبتي انت وصغيره؟ قد ايه تعذبت انا وصغيره؟ لا يوصف يعني من انا وعمري 8 سنين بلشت حياه العذاب اللي هو من الداخل ل اشتغلت كان عمري 13 سنة كنت طفلة يعني بلشت بالشغل 13 سنة وادرس بقلب المدرسة طبعا بالداخل شو حتكون يعني ميتة مش راح يكون قولك فأكيد شفت الأمرين إن كان بشغلي أنا تنقلت بكتير أشياء حتى في ناس في أشياء ما بتعرف أني اشتغلت بمستشفى اشتغلت بجاليري اشتغلت بسفارة اشتغلت بمحلات كاستات بيع الكاستات اشتغلت واتمرمطت اكيد بس دايما بقول بشكر الله وبحمده على الصحة والعافية وانه فهد وزينة موجودين معي وعلمتهم وهني حدي هيدي اكبر نعمة ما بدي شيء من الدنيا ما بدي شيء الا انه اسعد اولادي وما بدي اياهم هالقد 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 0% تعذبوا من اللي انا شفته بشو الله عوض عليك اكثر شيء غير بفهد وزينة بشخص مثل مارك زوجك الحالي نعم قدر يعوض عنك عليك عذاب الماضي ايه بس يعني فيني اقول بدون زعل انه فهد وزينة هن اللي عوضوني عذاب الماضي هني فهد وزينة ليلى بتقولي انا لو مش كرمال فهد وزينة انا كنت بكتب قصة حياتي صحيح ليش فهد وزينة بيمنعوك تكتبي قصة حياتك فهد وزينة ايه بيمنعوا هن السبب اللي انا ما بدي اكتب شيء عن ماضيي ليه لانه رح يتأثر لانه ما بعرف شو بيصير فيهم في اشياء فهد وزينة ما بيعرفوها ابدا ما خبرتيهم؟ لا ولا رح تخبريهم؟ لا وبعد هذه الحلقه لما يسالوكي شو رح تقولي لهم؟ ما بخبر يعني اذا فهد وزينة اجوا قالوا لك شو هي الاشياء اللي ما خبرتينا اياها؟ شو رح تقولي لهم؟ في اشياء ولا بخبرها بتموت معي ما بخبرها ما ذنبهم يعرفوا شو مرت امهم هن هلا بحسوا انه كثير انا عم بتعب وحاسين انه امهم كثير تعبت بس ما بيعرفوا التفاصيل وما بيعرفوا شو مرقت انا ما بيعرفوا مين بتحبي اكثر فهد او زينة؟ هيدا اصعب سؤال بينسال للاهل بس دائما بيبقى في حدا اقرب يعني هيك ما بعرف يمكن الاهل عندهم ضعف عليه اكثر مين الاقرب؟ زينة زينة؟ كلا أنا بنت لأنه أنا بحس أنه إذا زينة أنه أنا إذا صار لي شيء زينة يعني ما عندها حدا ما إلها حدا حدا من أولادك عنده الإلهام اللي عندك هي؟ فهد شوي لا يعني مش كتير بس أنه هيك شوي صغيرة مش كتير مش كتير لا أنه
بيجي بيقول لي ماما انا هيك هيك هيك. بنقول له مبروك للعريس كمان. الله يبارك فيك. تزوج وعقبال زينة. جايبه كني اجنبيه. وعقبال زينة. احسن شيء كني اجنبيه، لا بتفهم عليك ولا بتفهمي عليها. هي من البانيا. من البانيا.